اللاعب يوسف الزرقي. يوسف الزرقي الذي حاول انه يعطي ايقاع لهجمات فريق الوداد البيضاوي، ناورا بكل المحاولات. واجهت يعني خبره لاعبي الفريق السلاوي. بعد اللاعب شطاحي، هجمه لفائده الوداد. شطاحي خارج قوس الراس، تضيع المحاوله والكره تعود للاعبي فريق نجاح اللي انتخطاب لا في الريبون ديفونسيف ولا في الريبون اوفنس. بعد الكره عند اللاعب رومان فيلز، يسجل بطريقة جميلة جدا. بايونغ عند اللاعب نجاح. واي اي اي واي اي اي جميلة جدا التمريرة، اسيست ديال اللاعب نجاح والدانك ديال اللاعب. التمريرة كانت جيدة ولكن كان هناك تدهور على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد وكان نحر الطليق. كان الدفاع ودفاع غير مبرر يعني بمشتت ديال لاعبي فريق الوداد. خطا الصافره، خطا الخط اللاعب رقم 11. حتى التغيير الان اللي قاموا به هو تغيير زكريا اللي خرج. نظن بان كنت اتمنى بان فيلس اللي خرج، لان كاين هناك نواشات مع اللاعب. نواشات اذا وعلى جوج دقائق و40 ثانيه تنظن بان الامر قضي 20 نقطه. تنظنش بان فريق الوداد يقدر يرجع في المقابله. وسلم وسلاعب هذوك فائده الوداد. عند اللاعب يسجل بسرعه الامتداد المتاخر للاعبي الوداد البيضاوي على مستوى الدفاع. وبسرعه اللاعب فيلتس يعيد الاعداد الى فارق 20 نقطه. زهير مازال خصو مقابلات، لان لاحظنا بان على مستوى الدفاع مازال ما لقاش لي مارك ديالو، وهذا شيء طبيعي لان قله المباريات ستتولد هذا المستوى هذا، ولكن تتمنوا بانه يرجع للمستوى ديالو في اقرب وقت ممكن. عند اللاعب هادوك مونتار، تمرير عند اللاعب شطاحي يسجل لفائده الوداد. دفاع متقدم فيلز. خطا على اللاعب فروقه، خطا الشخصيه الثالثه. كرة عند اللاعب ماتيش بسرعة، عند اللاعب حراس، رضا حراس، عند اللاعب ماتيش هادوك فروقة. خطأ، خطأ على اللاعب بايونغ، لكن خطأ لأن كان فروقة قام باصطياد قلب على الالتحام ألقى كان التحام، لأن ملي تيكون الأرجل في غادر الأرض القانون واضح. 55 72 ورمية حرة ثانية أيضا ناجحة في عدة اللاعب عبد الفتاح فروقة. برويس، زهير برويس، خطأ على اللاعب شطاحي. you
مرتين دقيقة 31 ثانية الأمور قضيت. إذن الجمعية السلوية في مواجهة الرجاء البيضاوي في النهائي أعتقد دقيقة 29 ثانية. السمونيات ديال فريق الرجاء باش يبقوا مع فريق الوداد لأنه ما غير يبغي يكون ديربي، ولكن تنظن بأنهم كانوا تيبغاو تفاداو الجمعية السلوية وهذا أمر هو واقعي، إلا أن اليوم فريق الجمعية السلوية أكد بأنه الأقوى اليوم. نجاح دائما يرفع رصيده الى 18 نقطة والمسجل الأول متبوع باللاعب زويزة ب 17 نقطة. رضا حراس يعني غابت عن الفعالية في مباراتين معا. رضا حراس يعاود الكرة يعني محاولات كثيرة وهداك اللاعب برونزون فيلدز. قضي الأمر 54 ثانية فقط على نهاية المباراة. هادوك عند اللاعب شطاحي وقوف اللاعبين وثلاثية من يد اللاعب فروقة. أنا صافي الآن 35 ثانية حتى المدرب تيقول لهم ما تبقاوش مشيو للسلة. تابع للاعب باي يونغ يسجل. فروقة ثلاثية أخرى تأتي ثلاثية فيزا دابا تحرر من الضغط دابا الآن بدون ضغط عند اللاعب ضائع من اللاعب باي يونغ. خطأ جميلة المحاولة سجلت وإن كان زميل في متابعة التحرك نحو أسلة لتنفيذ الرمية الحرتين اللاعب فروقة. إذا فروقة في تنفيذ رميتين حرتين 8 ثواني. إذا فريق كما قلت الجمعية السلوية في مواجهة الرجاء البيضاوي في النهائي كأس العرش للموسم الرياضي 2010-2011 يوم 30 أبريل نهاية الأسبوع المقبل. رمية ثلاثية من بعيد ضائعة ونهاية المباراة 78 نقطة مقابل 65. نفس رصيد فريق الوداد البيضاوي في مباراة 65 نقطة وهو 65 نقطة في مباراة الإياب. إذا حسن العلاوي يعتقد المباراة افتقدت للتشويق في الشوط الثاني وكانت مجموعة من التحركات اللي يعني افقدت المباراة قيمتها يعني الفنية. تنظن بأن فريق الوداد خصو يشتغل أكثر على مستوى دفاع تحت السلة وخصوصا في مضمار اللم الدفاعي، لانه تنظر بانه كانت حقيقه فريق جمعيه السلوية كان اقوى من فريق الوداد البيضاوي ولا خجل في الانهزام، الا ان ثغره كبيره كانت في دفاع الفريق البيضاوي ويجب الالتفات اليها والاشتغال في هذا الميدان. اذا شكرا حسن العلوي، شكرا كل الزملاء اللي هنا.